أهلا بكم. كشفت ندوة قضايا الأسرة في ظل جائحة كورونا التحديات والحلول التي نظمتها جمعية الحقوقيين البحرينية بمشاركة مجموعة من المحاميات والقانونيات من مملكة البحرين ودول الخليج العربي. كشفت هذه الندوة عن زيادة معدلات العنف الأسري في مختلف دول الخليج وزيادة في أعداد قضايا الطلاق في فترة جائحة كورونا. ولفتت المشاركات في الندوة إلى أن ما أظهرته أزمة كورونا من مشكلات هي نتيجة للمشكلات الأسرية التي كانت موجودة أصلاً قبل هذه الأزمة وعدم وجود تفاهم بين الزوجين. وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استوديو البرنامج الأستاذة المحامية فوزية جناحي للحديث عن تأثيرات جائحة كورونا على الأسرة من حيث العنف، من حيث قضايا محاكم الأسرة، وأيضا من حيث حالات الطلاق. هل بالفعل زادت؟ هل تأثرت؟ وما إلى ذلك. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. باسمكم ورحب بضيفتي الكريمة الأستاذة المحامية فوزية جناحي. مساك الله بالخير أستاذة فوزية. مساء النور. يا أهلا وسهلا فيك. قبل الحديث عن أبرز القضايا يعني اللي تأثرت بسبب جائحة كورونا خاصة فيما يتعلق بمحاكم الأسرة، هل فعلا الأزواج اكتشفوا بعض، تعرفوا على بعض في فترة الحجر، يعني أو مو بالحجر يعني فترة البقاء لفترات طويلة داخل البيت، تباعد الاجتماعي، عدم الخروج، أعادوا اكتشاف بعض يعني بشكل إيجابي أو سلبي حتى؟ إيه نعم، شوف فترة الكورونا في أشياء وايد طلعت يعني صراحة. الأول كان مثل الريال يجي البيت ويتغدى وينام شوية وبعدين يطلع. دائما تعرف عندنا كان ميالس، عندنا قهاوي، كل شيء مفتوحين يعني يطلعون. اللي صار أن الحين بعض منهم قعد في البيت وصار دي شيء إيجابي حق المرأة، يعني ما كانت تشوفه وصار يتعاون منهم صراحة، ما درسوا له تعرف وين على خير، تعرفوا على بعض، إيه يعني حتى عرفت أطباعه، عرف أطباعها، لأنها تعرف من تزوجه وانتي العيال خلاص يعني أكثر شيء. حتى المرأة تشتغل بس المرأة بعد ترجع تدرس تطبخ، الزوج تعرف من يجي بيتقدم وبيرقد وبيطلع، القهاوي الميالس ما يرجع إلا اللي ها راقدين ومدرسين ومخلصين. فصارت الفترة الحين يعني قاعد يشوف العيال، شطانات العيال، واجباتهم، فاضطر انه هو يدرس. احنا تعرف الام تاخذ دور الريال صراحة في كل شيء، توصل المدارس هي اللي تدرس. هاي الفترة خلتنا نقول الله يعينهم. والله الحين الريال عرف شلون المرة تقضي وقتها طول النهار، لما يشوف البيت وسخ شوية، انت ما نظفتي ما غسلتي، عرف شلون البيت يتوسخ من اليهال، تبي تطبخ تبي تنظف تروح الدوام ترجع، فقعد يشيل مسؤولية. وصراحة بعضهم يزاهم الله خير شالوا المسؤولية، درسوا وتم يلعبون العيال، يقعدوا معنا ما في طلعة. في بعضهم صارتهم مشكلة أنهم مو متعودين على البيت ولازم يطلعون برا، فتموا يخترقون مشاكل. فتينا احنا استشارات أن الزوج يدخل المطبخ يعني حتى يتحكم في كل شيء، الذي مالح اليوم، الذي مو حلو اليوم، الذي زايد السكر، الذي، فتعرف لانه صاير عنده فراغ فقاعد يتدخل في كل شيء، فالمره صايدها تعب نفسي منكد عليها، فتصير مشاكل بينهم. يا اخي خلي المطبخ يعني وجوده برا البيت احسن يعني. احسن. فتقول يعني متى تخلص الكورونا عشان تطلع، فتعرف يتدخل في صغيره والكبيره فمسبب مشاكل. فتعرف يعني اذا قاعد في مكان ويا العيال سندروني، سكت عيالي، سكتي ذي، ما يبغي صراخ، ما يبغي يتكلم، متعود على هدوء، على طلعه مع ربعه في البيت ويا العيال، ما يحصل فرصه انه يقعد بروحه. واكثر شيء الريال تعرف يحبون يشوفون لهم مباراه، يطلعون لهم مسلسل، يحبون يقولون بروحهم، غير الام. الام تكون طول وقتها مع العيال، حتى لو جات من الشغل طول وقتها مع العيال، متعوده على الصراخ، متعوده على الربع. بس الابهات اغلبيتهم كلها برا، فياتنا كورونا وقعدتهم هذه الجو اي الصراخ والازعاج، تعرف يرجع بالليل تود راقدين ما يدري ايش سووا. فاكتشف ان عياله شياطين، اكتشف طلباتهم، درف شلون تعرف عليهم هم بعد، تعرف على عياله. في ناس وايد يقولون تونا متعرفين على بعض صراحه، نسمع يعني الكلام فعلا. اي ففيها سلبيات فيها ايجابيات، وبعضهم صار فيها عنف من كثر القعده والحكره صراحه. صار في عنف يعني، ياتنا استشارات انه يعني تبي تنفصل. ليش؟ لانه هو دائما يفكرون العنف انه هو لازم يكون ضرب او اعتداء. هو مو شرط ان العنف يكون اعتداء على سلامة الجسم القير اللي هو لازم يضربها، ترى في عنف حتى نفسي يعني. صحيح. انت بالسب بالشتم، طريقه الالفاظ لما تقولها حق زوجتك نفسي يعني هاي بعد نفسي. اي فيعني هاي ترى اثر، هو هاي بعد يسمونه عنف، بس احنا لان لازم احنا بس
بس حاطين كلمة العنف لازم في ضرب، فمو شرط الضرب. سأعتقد المجتمع يعني أستاذة فوزية اليوم من الوعي مما كان يفهم أن في عنف نفسي، في عنف جسدي، وأيضا في عنف لفظي. يعني ما هل المجتمع للحين يحط العنف في إطار الجسدي فقط؟ المشكلة أن إحنا لما نروحنا بنرفع دعاوي في المحكمة ونقول في عنف نفسي ما عندنا دليل، مو بملموس، مو بملموس. لما أنت تقعد تهيني قدام عيالي، لما أنت تقعد تقطع علي كلمات، لما تقعد تراقبني، يعني في ناس يجون يقول لك يراقبني، يحط لي جهاز في الغرفة في السيارة، يلاحقني من مكان لمكان، فهذا شنو؟ يعني هاي نفسي، لأنك أنت قاعد تتابعها من مكان لمكان والمرة ما فيها شيء، فهي مو قادرة تقول أن أنا قاعدة أحس فيك أنك أنت تراقبني، عدم ثقة، فذي الشيء نفسي. يعني عندي كذا واحدة جات تبي تنتحر، قالت لي أنا من كثر ما يراقبني، حتى يقول لي مثلا الحين اليوم في تباعد، وحتى لو تروحين الشغل ما في أحد هناك، أنت 4 ساعات شو تسوين هناك؟ يعني ما في احد في الشغل، شو يعني معناته انت تشك فيها، لان هي ما راح الشغل وراح مكان غلط، فتي تقولي شلون اثبت لنا انا في الشغل؟ فصارت فيهم مشاكل يعني، وهذه كلها احنا لما اروح انا برفع دعوه ما اقدر اثبت ذي الاشياء، وايد صعبه، الا اذا عندي اعتداء سمت جسم الغير اي بحكم انه هو محكوم، اي بيعطوني طلاق. اذا في سب وقذف، بعد لحد الحين ما شفنا طلاق على سب وقذف، بس اكثر شيء الاعتداء سمت جسم الغير، لكن النفس احنا نعاني منه، يعني هو موجود وفي، وحتى المحاكم تعرف انه موجود بس تقول لك اثبت لي، لازم يعني شيء مو ملموس لحد الحين، بس هو اكثر ترى من الضرب، يعني الكلام اكثر من الضرب تاثيره. نعم. تأثيره. يعني احنا يعني ما نامل الطلاق لحد، لا، لكن هو مثل ما ينقال ابغض الحلال، يعني هو حق أكيد. اذا ما لم يعني اذا استحالت العشره الزوجيه فهو أكيد. أكيد. واخر شيء الواحد يفكر فيه، بس اذا فيه كان في يعني بعد استنزاف كل الحلول أكيد. الشرعيه اكيد لديننا والمحكمه تعرض جسم الصلح، وفي توفيق اسري، في نعم. بعضهم يردون، في بعضهم في المحاكم بعد ترجعهم، بس اقول لك يعني بدايه الكورونا صارت وايد، لانه بدايه فكانت تجي استشارات، يعني نفهم من كلامك ان زادت فتره استشارات كورونا. استشارات استشارات اي نعم زادت. بالنسبه لمكتبي استشارات حق الطلاق جاتني كثيره، بس كنت اقول لهم الحين القضايا راح تتعلق، فانت ما في داعي ترفعين، ففي بعضهم هدأوا صراحه ومايو، وفي بعضهم يو وصلنا فيهم، لان البدايه كانوا مو متحملين بعض، فوايد جاتني استشارات كانت على طول تليفوناتي ما تسكر، يعني انا متضايقه يسوي فيني كذي، يهاوش العيال، ما يشيل مسؤوليه، بليد قاعد يلعب بلاي ستيشن، انا اشيل، الليت يحترق، انا اروح اجيب، انا اسوي، انا الريال، انا المراه، فاقول لهم ما علي تحملي تحمل، انت كنت تسوينها قبل، بس غير لما الريال كان موجود في البيت ودوره، المراه تنقهر بدورك، يعني انت ما حد، انا بجيب احد، بجيب بدي بخلي بشتغل بسوي اوكي، بس انت موجود تقول لك على طول 24 ساعه قاعد مع عيالي يلعب بلاي ستيشن، انا انقهر. هل اللوم ممكن يكون بس على الرجل استاذه فوزيه، ولا يمكن الاثنين بسبب الاثنين واقع اللي احنا فيه من قلق نفسي، من توتر، من الحكره اللي الناس فيها، اكيد اكيد نمط الحياه اللي تغير، احنا اكيد حتى المره تصير عصبيه، يعني هي تصير عصبيه، ما تتحمل اجتماعيين، نبي نزور، نبي نشوف، اكيد ضغط عليها. هل الاثنين؟ ايه اكل الاثنين اكيد الاثنين، لان في زوجات بعد ما يتحملون، يعني يمكن يكون الزوج ما يتحرك، ما يتكلم، بس هي من ضغط البيت ومن الشغل ومن الحكره، تعرف صار عليها شغل وتدريس وتنظيف وقعده في البيت، ما في منفس، وما في طالعه، وخوف، الخوف اللي نسمعه من الاعلام عن الكورونا فيأثر بعد، هي يعني هي تبتدي بالمشاكل بعد، مو بس الريال ترى، حتى هي تبتدي في المشاكل، يعني احنا يونا. هل هذه المشاكل انعكست الحين واقعا على محاكم الاسره؟ في جزء منها كان اقول لك راحه، وفي جزء منها بدايه ما كانوا يتحملون بس تاقلموا، لان طولت المده، يمكن كانوا يفكرون شهر شهرين فيبون يرفعون دعوة طلاق، فأنا اليوني كنت أهدئ فيهم وأقول لهم خلي تخف، أنا ما أستقبل أحد، لأن أنا عادة مكتبي أقعد مع الطرفين فهم يعرفون، فتقولي مثلا اتصلي حق زوجي خليه على أساس نبي ننفصل، فقلت له إحنا الحين ما عندنا يعني في المكتب، ما عندنا عن بعد، يعني اتصالاتي أنا كلها عن بعد، وأقدر أسوي لهم في التليفون، وأقدر حتى في الفيس تايم أشوفهم فبس ما يصير، قلت له يعني شلون اقعد اكلمه في التليفون، خلي الامور تهدى ان شاء الله، وبايب المكتب بقعد معه. هاي المتعلقه برفع قضايا طلاق. طلاق ماذا عن القضايا الاخرى، يعني مثلا قضايا الرؤيه؟ أي يعني قيل ان هي اكثر القضايا اللي فيها حاليا صعوبات وتعثر. أي نعم. ويعني مشاكل، لان الرؤيه الحين صايره صعبه، واذا ما كان الطرفين متعاونين راح تكون المسائل اصعب. هذه الرؤية هذه بروحها يبي لها موضوع، يبي لها يوم كامل، لأن الرؤية صارت مشكلة، الرؤية في أمهات أو زوجات طلعوا من البيت قبل الكورونا،
يعني كان في مشكلة بينهم، يعني افترض أن طلعوا 3 شهور قبل البيت من البيت، فما في اتصال بينه وبين الزوج، ويوم صارت الكورونا بعد صارت أكثر، تسكر التلفونات، تحط الزوج بلوك هو وأهله، ما في تواصل بين العيال وبين الأبو. فهذه إذا كانت الحضانة عند الأم، إذا كانت بحصلة حكم بتكون عند الأم، وإذا ما حصلت حكم بعد إحنا في قانوننا إذا الزوجة طلعت من البيت تكون حضانة لها، فتأخذ العيال وتحرم الأبو، تحرم مو بس الأبو، حتى الجد الأبو اللي هو أم الأبو. فصدتنا مشاكل أن الأبهات يبي يشوفون عيالهم والأم ما في تواصل، حطتهم بلوك. لما نرفع القضايا تتأخر. بداية إحنا علقنا القضايا مالت الموضوعية، طبعا المستعجلة مشيناها مشت بسرعة. الموضوعية تتعلق أول أسبوع سكرت المحاكم اللي هو آخر 2، بعدين علقوا القضايا الموضوعية، الموضوعية اللي هي من ضمنها الرؤية اللي هي تروح توفيق أسري. أي قضايا موضوعية لازم تروح توفيق أسري، فحولونا على التوفيق الأسري. التوفيق الأسري صار عن بعد، فحطلنا تطبيق. تأخرنا شوية في ذي، يعني تصور أنه 3 شهور طالعة قبل، على بال ما تروح ترفع الدعوة تأخذ شهر، على بال ما تروح التوفيق الأسري اللي حددون لنا جلسة صارت شهر، هاي صرنا دخلنا في 4 إلى 5 شهور. فصارت المشاكل من الزوجات أنهم سكرون تلفوناتهم إذا كانت في السنية، والعكس إذا كانت في الجعفرية والحضانة عند الأب يحرم الأم أنها تتواصل مع عيالها، فعندنا من الصوبين. فهذه المشكلة، والمراكز الاجتماعية مسكرة، فهذه اللي عندهم أحكام صارت في صعوبة أنهم ينفذون الأحكام، لأن هو المفروض تكون الزيارة أو الرؤية باتفاق الطرفين. في حالة إذا ما اتفقوا يروحون المحكمة المختصة، والمحكمة هي اللي تقرر المكان والزمان اللي هو يكون في مراكز اجتماعية. فمن صارت كورونا المراكز الاجتماعية تسكرت، صحيح، فهذه المشكلة صارت وراح تطول. أنا بالنسبة عن نفسي وايد ناشت فيها، وليه اليوم في أبهات محرومين وفي أمهات في الجعفري محرومين من رؤية أولادهم. فإحنا كنا يعني نتمنى أن يكون في سرعة، يعني المفروض أن وزارة العدل ما تغفل عن ذي الشيء، يعني هي كل سوتنا جزاهر الله خير كل شيء عن بعد، حتى القضايا نرفعها حين عن طريق الحكومة الإلكترونية. صحيح. حتى من يومين صار عندنا شهود. في السابق كان قضايا التنفيذ كانت كلها أونلاين. أي الحين؟ أي أول كنا بس التنفيذ أونلاين ابتدينا فيها من 2، والمفروض إحنا في 2030 نبتدي كل القضايا واللوائح نقدمها أونلاين. بس الحمد لله في جائحة كورونا سرعت لنا الحكومة الإلكترونية، فصار كل شيء لنا، حتى المذكرات نقدمها أونلاين، اللوائح نقدمها أونلاين. فحتى الحين مثل ما قلت لك الشهود محكمة الشرعية تمت تسمحهم عن بعد، عندنا كان في شاهد في السعودية وشاهد في الإمارات، فسويته عن برنامج تطبيق زوم. فذي الشيء إحنا وايد متطورين فيه، بس إحنا نبقى إحنا الزيارة، يعني ليه اليوم ما شافوا لنا حل في مراكز الاجتماعية؟ المفروض ينزل لنا قرار على الأقل الأمهات اللي عندهم الحضانة يخلون الأبهات يشوفون عيالهم عن طريق تطبيق زوم، عن طريق الفيس تايم على الأقل. حتى بهذه الطريقة ما في هناك من يعني يعمد ويرفض أنه هو يمنع الزوج أو الأب والأم في هذه الحالة الاثنين من حقه، سواء كان في الجعفري أو كانوا في السنية. فأنا عندي حكم، أنا عندي الأم جعفرية وعندي ياهل كان 4 شهور وعندي 3 سنوات و4 سنوات وطبعا ما فوق، اللي من فوق 7 يصيرون عند الأبو، أنا ما بتكلم عنه لأنه ما شاء الله 6. احنا رفعنا دعوه وحصلنا حكم مستعجل بالحضانه، بس لان التنفيذ ما في اجراءات قبض ما قدرنا نتحصل على الياهل الا بعد 2 شهر. يعني الابو مو متعاون معانا انه يرجع، والولد 4 شهور رضيع كان يعني محتاج لامه. فعلى اساس لانه استقل، لان في جائحه كورونا قررت في التنفيذ ما في قبض، تعطينا القاضية خطاب نروح عن طريق مركز الشرطة بحضور الشرطة معنا إلى البيت. لما نروح للبيت هو طالع يقول لك أنا ما أقدر أسوي شيء، الشرطي يتلى البيت أكتشفه مو موجود، فكان يتنقل من مكان لمكان مع العيال، ولما يتصلون فيه تعال ماي يقول لك أنا يعني مركز شرطة ما عندي بعد إجراءات ثانية أخذها، أنا عليه اتصلت فيه ماي خلاص بسوي تقريبا طرش المحكمة. فتم ليه 2 شهر. إيش رأيك إن الحين حتى اللي بثلاث و4 سنين ما يبون الأم عن طريق، لأنه ما في مركز اجتماعي فيوديهم مركز الشرطة، فهم يخافون مركز الشرطة، وهناك يخرعهم الأبو أو العمات الله العالم، فيقول لهم لا تروحون حقكم، فهم يهال فيرفضون يروحون حق الأم، وتعرف الشرطة ما يسلمون العيال بالقوة الجبرية. فالأم لليوم الحين تصور من متى من كورونا، الحين احنا في 7 لليوم ما استلمت لا عيالها اللي ابو 3 سنوات ولا 4 سنوات ولا يبونها، فهذه مشكلة. فإحنا نبقى تعاون حتى من 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 محاكم التنفيذ أن تعطينا إجراءات تمشي في القبض على الأبو، لأن إذا بالطيب ما قاعد يجيبهم ما يسلم، وحتى اللي عندهم في السنية اللي عند الأم نفس الطريقة، لازم يكون في على الأقل قرار ينزل
يعني لازم بسرعة، لأن تعرف 6 شهور هاي حتى يصير العنف يزيد. يعني الأم يعني ليل يوم شايلة في خاطرها، وصلت حالة نفسية حتى تقول ب4 شهور كلمتني قالت لي بقطع عليه. قلت لها رضيع؟ قالت لي خلاص شو أسوي، ما حد ماخذ حقي. يعني وصلت لمرحلة تقول أنا حتى ترجيتها، قالت حتى ب4 شهور بعطيها، شهرين ماخذة عني، بعد الحين ليش أخذه؟ الحين الصغار ما يبوني. فلا تنسى إن أم ليش يسوون شيء انتقام؟ ما أعرف ما أعرفه، هو قلة وعي، هو شيء كيدي، هو انتقام. لما ما عرف يعني قلة وعي، عفوا يعني هذه فطرة، وكل شخص يعرف ان هذه عيالنا. يعني فالأب اللي عنده العيال اذا كان في الجعفرية، او الام اللي عندها العيال في السنية ايا كان، يعني اكيد يعرف ان الاب او الام في الطرف الثاني يبي يشوف عياله، ميت يبي يشوفهم، العيال من حقهم. هذه فطره فينا، الحيوانات تكرمين فيهم هذه، فما بالك في الانسان. هذه شنو يعني؟ القانون طبعا يطبق، ولكن دائما في مثل هذه الاشياء اللي تصعب تطبيق الحكم. ما اقول لك ان الحكم صار بسرعه واعطانا حكم الحضانه، بس وين اذا هو ما قاعد يتعاون، وليه اليوم مو متعاون، وليه اليوم ما رجعهم؟ محتاجين اجراءات استثنائيه في مثل هاي الاوقات. محتاجين شيء مستعجل، محتاجين يعني لازم. فأنا كنت في ندوة من الأسبوع اللي طاف مع جمعية الحقوقيين، وجزاها الله خير دخلت معنا النائب فاطمة القطري ووعدتنا، وشفت لها اليوم بعد مقال في جريدة أخبار الخليج إن هي مكلمة وزير العدل، وإن شاء الله بيصير حل. يعني نبقي نكون يعني هذه أكثر أنواع القضايا اللي تأثرت بسبب جائحة كورونا، سواء في البحرين أو في دول الخليج أو في الدول العربية. يعني أنا قاعدة أتابع حتى في الأردن، حتى في السعودية. كان في ندوة مؤخرا شارك فيها من البحرين وخارج البحرين. نعم، جمعية الحقوقيين كلهم يعني تشابهت نفس الموضوع الظروف. بس الكويت فتحت المراكز الرؤية، وبس شنو عندهم حظر فترة اللي طافت، صار في عندهم حاضر. فبعد نفس الطريقة لما ياخذون العيال لازم في الوقت المعين لازم يرجعونهم، فصارت بعد إشكالية. بس كنا الكويت تعاونوا في جمعيات الأهلية، صار بينهم بين بعض شيء كذي تساعدوا فيهم. يعني بس احنا محتاجين اليوم إلى إجراءات استثنائية. اي والله تتواكب. اي والله. هل يعني مثل هاي القضايا كثيرة يعني متكررة كثير، ولا يعني نادرة لا تذكر، فبالتالي يمكن ما حد ملتفت لها؟ لا استاذ علي، اللي عنده أحكام مو قادر ينفذ، واللي ما أخذ أحكام في المحكمة نفس الطريقة لما ياخذ حكم وين يروح ينفذه؟ يعني أنت تصور اللي عندهم أحكام ذنين كلهم بالرؤية خلاص قاعدوا ما يشوفون عيالهم. يعني سواء الحضانة مثلا عند الأم أو الحضانة عند الأبو نفس الطريقة مو قادري. أكيد في أباء وأمهات على وعي يعني تربوي أخلاقي. لا أنا أقصد في ناس أكيد يراون عيالهم، يعني يخلون في طرق للرؤية سواء بوسائل يعني الإلكترونية فيه اليوم فيه ممكن يخلونه يروح يزور أهله، يعني يزور أبوه أو أمه أو بالعكس. في الأغلبية فيه بعض. إحنا نقول الفئة القليلة المتعاونة، القليل الأغلبية اللي مو متعاونة. أنا جاتني من القضايا أن الأم خذت الولد والدكتور يتصل حق الأبو حق تطعيم، الأم مو راضية تودي، مسكرة تلفونها نزل حتى المستشفى يتصلون فيه حاطة تلفون أختها. يعني تصور احنا هنا في البحرين وايد متطورين، يعني المدارس يتصلون فيك اذا عيالك مو بداشين على التطبيق، وزاره الصحه، المستشفيات اذا عيالك يبي لهم تطعيم. صحيح. ففي اتصال، فيقول انا ولدي بقله تطعيم عمره 4 شهور، الام ما تتجاوب، حتى التطعيم ما تودينا ليش؟ هو نكايه في الاب. يعني انا اقول لك اغلبيتهم هم كلهم فاهمين ودارسين على وعي، بس هاي الاشياء اللي ينتقمون ما اعرف هي تنتقم من الاب ما اعرف. وهذه الأشياء تأثر على العيال، يعني في المستقبل العيال بيعانون، لأن مثل ما هي لها حق هي تشوفه، العيال لهم حق حتى هم يشوفون الأبو. وهو غير أنه هو قانون يجب أن ينفذ، هذه شرع الله، يعني من يقوم بذلك شرع الله. هذه خالف شرع الله. يعني الواحد يستغرب حتى في مثل هاي الأجواء اللي احنا فيها، جائحة عالمية، ويمكن الناس تكون المفترض أقرب لدينها لربها لروحانياتها. المفروض والحالة النفسية اللي نعاني منها رغبة من كورونا. الانتقام تتغلب على ذي كلها. أي والله. ولا وعندنا بعد أحكام تكون مثلا البنت في البحرين ويكون أبوها مثلا خليجي، نتفاجأ أن الخليجي الحين متصل يبي البنت تنزل، الحين كل شيء مسكر ويسوي الانتربول. هذه البنت نفسيتها تعبانة، يعني البنت ربت في البحرين، احنا عمرها 16 سنة درس في مدارس البحرين. تصور انت الحين تروح تاخذ حكم بعد هالعمر ذي كلها، هي في البحرين عايشة في البحرين، تطلبها بالانتربول تعالي ابي اخذها. وهذه من مصلحة المحظون، هو وين يبقي المحظون؟ اذا يبي يقعد مع الام، يبي يقعد مع الجدة، يبي يقعد معك انت، ما في شيء بالقوة. نتفاجأ ان حتى قاعد تجينا احكام من برا ان سلموا العيال للدولة العربية او الدولة الخليجية. في ذي الظروف اي مطار فاتح،
وثاني شيء النفسية تعبانة، يعني احنا نتمنى حتى اللي عندهم احكام حضانة الحين ينتظرون، وبعدين ما في شيء بالقوة، ما في شيء بالقوة، انا عندي حكم حضانة تعال باخذها، احنا هنا ما نسلم بالقوة الجبرية. اذا عندك حكم وتبكي حتى للزيارة ما صار بالقوة الجبرية، كيف انك انت تاخذ الحضانة؟ فهذه مأثر، يعني انا عندي عن يعني الجدة هي اللي عندها الحضانة، فنفسيا متأثرة، يعني مرة عودة وكل يوم يجيها تليفون من دولة هالخليجية يبي البنت، يبي البنت ولا مساج انتربول، فتعرف هذه بروحها ضغط كورونا وضغط انك انت بعد تسوي لها تليفونات يبي الحضانة. نعم استاذة فوزية، يعني هل كل الصورة او المشهد المتعلق بالقضايا والعلاقات الأسرية بسبب كورونا سلبية بهذا الشكل؟ ما في اشياء فيه شوي فيه ايجابية يعني. في، ما انا اقول لك انا طلعت كذا محاضرة اونلاين وطلعت على انستغرام والحمد لله جاتني ردود كثيرة ان في امهات تعاونوا وعطوا الابو واتصلوا فيه، وبداية انا صراحة يوم كلموني الامهات اول بداية كورونا قالوا لي مثلا اكل ابو العيال يبقى يشوف عياله، فاحنا لان خايفين عليهم وكورونا وكذي، فقلت لهم هالاسبوعين خلي ينتظر، حتى رحت مراكز شرطه يعني اتصلوا في مراكز شرطه اللي يبغونهم، فقلت لهم خلينا نتعاون معاه كلموا وقولوا له بس الاسبوعين والثلاثه تخف بس كورونا بعدين خلي ياخذ عياله. فشفنا المساله طولت، ردوا اتصلوا فيني قالوا لي تراك قاعد يتصل ولحد اعطوه، لا انا خلاص انا قلت اسبوع اسبوعين شهر بس لا من حقه، ومثل ما انتم تخافون على عيالكم بعد هو ذي ابوهم بعد هو يخاف مثل ما الام تخاف نفس الشيء الابو يخاف، بس انت تصور لما انت تروح تقول انا ابي عيالي والام تشتغل ممرضه بروحها الخوف عليها هي في المستشفى تقول لك انا ما اعطي الابو ياخذ عيالي يوديهم برا، ليش؟ لان يمكن يصيدهم كورونا، زين انت الابو المفروض يحاسبك انت اكثر، انت تشتغلين ممرضه او انت دكتوره، انت راح تجيبين المرض، فهو المفروض ياخذ عياله من عندك، فتصور ان هي اللي تطلع وهي اللي المفروض ان العيال الابو يخاف على العيال منها، هي تخاف مو معناته تخاف هي بس ما تبي تسلم العيال. يعني احنا ما نبي نتكلم عن يعني جنودنا في الصفوف الاولى يعني من الممرضين والاطباء، لا بس انا راح اقول لك يعني انا يعني هي تحرم يعني تحرم الابو على نعم اساس انه تخاف انه هو يختلط يطلع العيال عشان يختلطون، بس انا راح اقول لك يعني هم يشتغلون حتى لو مو ممرضه، بس انت تشتغلين ممكن تبين المرض من برا، فمو معناته انه هو يشتغل تخافين نعم عليه. انا فاحنا نقول خلينا نتعاون يعني إيه؟ طبعا التعاون هاي مطلوب ايا كان عمل الام او الاب، لكن يعني جنودنا في الصفوف الاولى احنا نقدر أكيد عملهم أكيد لهم تحية وتقدير، ولكن هم بشر مثلنا يعني أكيد في الاخير اكيد يخافون على عياله، بس انا راح اوصل لك الفكره انه يعني انت مثل ما انت تطلعين هو يخاف على عياله بعد لازم تعطينه حتى لو هو كان يشتغل. صحيح. واكيد هو في فحوصات مسويها واكيد هو ما في كورونا. زين يعني اليوم الحلول الاسلم والاسرع ماذا؟ هل وعي المفترض يكون موجود وتعاون الزوجين، ولا هاي شيء مستبعد ويجب ان يكون هناك قوانين او اجراءات مستعجله؟ هو المفروض المراكز تنفتح بسرعه لان صراحه الموضوع بيطول، حتى لو مو كل يوم على الاقل لو في الاسبوع مره ينفتح لو عصر وليل، يعني بدون ما يكون في مثلا الاجتماع اللي يخافون انه مثلا يجون اولياء الامور اكثر من 5 او اكثر من 6 عشان ما يكون في تزاحم، عشان ما يكون في تزاحم، ممكن انا اخلي مثلا الساعه 10 العائله هذه تجيني اعطي ذاك الساعه 11 يطلع، فهي كل شيء وضع ترتيب مثل اي شيء ترتيب يعني. اليوم لازم نتعايش، لازم يعني مو شرط انا اعطيهم 10 اعطيهم الساعه 10 كلكم تعالوا استلموا عيالكم على اساس يتلاقون الاولياء الامور واللي عنده 5 عيال واللي عنده 6، لا مفهوم. اعطيهم على الاقل في الاسبوع مره، انت تعال الساعه 10 انت تعال الساعه 8 9، فلازم تنفتح مراكز اجتماعيه لان كذي راح تصير مصيبه. فالابهات والامهات في الجعفري والابهات، يعني صراحه اللي دخلت المداخله قالت 6 شهور ما شفت عيالي، وانا اقول لك هاي 6 شهور من الكورونا، وفي بعضهم صار لهم الحين 9 شهور من قبل لا تصير الكورونا بعد ممتنعين انه ما يعطون الابهات عيالهم. فاحنا نبقي الحين المراكز، يعني يا ريت وزير العدل يسمعنا والحين يعني يفتح المراكز الاجتماعيه ومثل ما يقول بالتنسيق على اساس ان الابهات او الامهات يشوفون عيالهم ان شاء الله. احنا على ثقه ان شاء الله ويكون في وعي، يعني في مسؤولين ان ما راح يعني يفوتون ايجاد حلول لمثل هذه هذا الموضوع المهم حقيقه مهم، لان احنا هدفنا في البحرين وسيدي جلالة الملك دائما يكرر ان الاسره البحرينيه هي الهدف الاول لكل ما تقوم فيه الدوله. زين الحمد لله تطورنا في اشياء وايد في الكورونا الحقيقة. وزاره العدل صراحه احنا يمكن سباقين في كل شيء. صحيح. فالحكومه الالكترونيه في كل شيء، يعني حتى التطبيق ممكن لو ينزل قرار ان الامهات يفتحون على الاقل زوم يخلون الابهات يشوفون، يعني لازم يكون في ردع بعد مو بس انه يفتحون، لازم ينزل قرار ان اعطوا عيالكم التليفونات، هذا ما نقصده بايجاد قوانين او اجراءات فوريه. انزين هل فقط هذه القضايا التي تاثرت قضايا الرؤيه ام هناك ايضا قضايا اخرى فيما يتعلق بمحاكم الاسره؟
النفقات صارت في التنفيذ تتأخر، ما في إجراءات، وهذه مشكلة. يعني الحين مثلا الأمهات لازم يستلمون النفقات وكسوة العيد، فلأن ما في قبض في بعض الأبهات ما يدفعون النفقات. ليش؟ لأن ما في إجراءات. فإحنا نتمنى من الأبهات، لأن هذه النفقة حق عيالكم في الأول والأخير، لازم أنتوا حتى لو صار أونلاين، وبعضهم ما يعرفون صراحة واتصلوا فيني يقولوا لي إحنا بندفع بس ما نعرف ندفع أونلاين، فقلت لهم دفعوا بنفت وأخذوا الرصيد. تقدرون تدفعون بنفت وتاخذون الرصيد تخلون عندكم، لو بكره راحت هي محاكم التنفيذ وقالت انه ما دفع لي عندكم ما يثبت، حتى المسج يبين. فحليناها معاهم، بس اللي ما قاعدين يدفعون، اللي ما يبون يدفعون، فانت لما تسوي اجراءات قابض تنرفض، تسوي تعميم تنرفض، انا وين اجيب هالفلوس؟ استاذه فوزيه، هذه المشكله الثانيه في التنفيذ. وحضرتك تتكلمين، يعني انا وانا غير المختص اشوف انه قد ما تكون المشكله في القوانين والاجراءات كثير ما هي في سلوكياتنا الغير صحيحة، وفي الأشخاص وعنادهم رغبتهم في الانتقام، ويحملون الأطفال ذنب هذه العلاقة اللي ما كلت بنجاح. يعني هذه كلها سلوكيات شخصية وليس حاجة انتقام. يعني إذا الأب اللي يدفع النفقة ينتقم من الأم، بس انتقام من الأم. يعني أنت لما ما تحط النفقات لعيالك بتأذون، يعني يبوا يأكلون، تبي تدفع هي أجار البيت، فكر في هاي الأشياء. أشياء ذي يعني مهمة، وخاصة الحين بدل ما أنت توفر لهم تروح تقطع لهم النفقات. الغريب أحيانا يمكن هذين أكثر ناس اللي يمكن قاعدين يطالبون بفتح المساجد ونبي نصلي ساتلين معه، رغم أن يعني صح. التعامل والسلوكيات وهذه الأمور عند رب العالمين يمكن قدرها أكبر وأعظم. زين، هل من كلمة أخيرة مطلوب الآن يعني تعاون من لمن توجهينها؟ أنت تعملين في المحاكم، شايفة مثل هذه القضايا، أكيد شايفة معاناة أمهات أبهات أبناء في المقام الأول، شو تقولين سالة فوزي؟ أنا مثل ما قلت لك بالبداية المراكز لازم تنفتح ويكون في حل سريع. على بال ما تنفتح المراكز يكون في حل سريع، المفروض ينزل قرار أننا نخلي الأمهات أو الحاضنات، سواء الحاضنة تكون جدة أو تكون الأم أو تكون عند الأب إذا في الجعفري، أي واحد تكون عند الحضانة، المفروض أنه لازم يكون في تواصل، لازم يكون في تليفونات عشان العيال يتواصلون، ومن حقهم يشوفون أبوهم، لأن مثل ما هي الأم لها حق تشوفهم، بعد الأب له حق، فيعطونهم التليفونات، في برنامج خلهم يتواصلون عن بعد. فهذه يمكن فترة مؤقتة لما يفتحون المراكز، وأنا أتمنى حتى المراكز ما نحتاجها إذا كان في وعي بين الطرفين هم يتفقون. يعني تصدق أستاذ علي أن في ناس يروحون المركز ينزلون عيالهم، مركز مسكر بس اتفقوا على كذي، وعارف في أسر يودي عياله اللي عند المركز الساعة 4 تي تاخذه، الساعة 7 تراجع والمركز مسكر. احنا ليش؟ لان تعودنا على ذي الشيء، حتى لو المركز مو موجود انا ابقي في مكان يكون حيادي، ما بتيني عند البيت، فتموا يروحون عند المركز ينزل العيال، الام تروح تنزل العيال، يجي الابو ياخذها، تروح الساعه 7 تنتظره يرجعها. هاي المتفاهمين، هاي المتفاهمين، حتى لو ما في مركز في الاخير على الاثنين، وان يكون طلاق ناجح، طلاق لا يدفع الابناء نتيجة فشل اثنين في علاقة زوجية كانت. هذا احنا اللي نقوله. وفي بعضهم بعد سيد علي ما يشوفون عيالهم. يعني بعد نتمنى من الأبهات لما يصير الحضانة عند الأم أو ينفصلون لازم يصير في تواصل، لازم يتواصلون. في ناس على النقيض، يعني هو ما يبي، في ناس على النقيض هو ما يبي، يعني يطلق الأم ويطلق العيال. فعندنا معاناة كبيرة بعد أن الأبهات ما يتواصلون ويا العيال. أنت عندك مشكلة مع الأم مو مع عيالك، أنت طلقت الأم، فأرجوك أنك تتواصل مع عيالك، لأن العيال مثل ما يبون حنان الأم يبون حنان الأبو، وأنتوا تكملون بعض. إحنا ولقوها عذر في وقت كورونا أن أنا ما أقدر أجي، هاي المشكلة، على أساس أن لا، يعني إحنا الأبهات أنتوا مشغولين، أوكي ما في شيء، أنت في البيت قاعد تواصل، إذا الحضانة هناك اتصل تليفون. أنت في بعضهم هم ما يتصلون، يعني ما أقول لك الكل يتصل، في بعض الأمهات يقولون لك إحنا نتمنى أن الأبو يشيل التليفون يسأل عيالنا يبون شيء كلو شيء، ما في. يعني عندنا العكس، يا بعضهم يعني صار عندهم انه يبون يشوفون عيالهم والامهات حارمينهم، وبعض الامهات ينتظرون ان الابو يتصل. نعم. على اساس يسال عن العيال. نعم. انا يعني احنا اليوم طرحين قضيه مهمه، وحابين يعني ان شاء الله نلاقي لها حلول، لكن ما بانهي هذه الحلقه الا ايضا بشكل ايجابي، لان في كثير من الاسر في وجودهم مع بعض في البيت قضاء ساعات اكثر بسبب عدم الخروج واجراءات التباعد وما الى ذلك،
بالعكس اكتشفوا نفسهم بشكل إيجابي. قوة العلاقات بين الأزواج، قوة العلاقات بين الأبناء والوالدين، وتبادلوا الأدوار والمسؤولية، شالوا المسؤولية الاثنين مع بعض، تعرفوا على أشياء جميلة في عيالهم يمكن ما كانوا يدرون عن بعض، تميز، موهبة، شيء. فيعني ما يخلى من وجود حالات إيجابية جدا. صراحة يعني في أمهات يشكرون، يعني يقولون أنه يوم قاعد الزوج في البيت قاعد يدرس مثلا، قاعد يلعب مع عياله، قبل يمكن ما عنده وقت يلعب مع عياله، وفي أشياء إيجابية. يعني حتى قالوا يا ريت تطول الكورونا، لأن مستانسين إن الأبهات شالوا مسؤولية فعلا. يعني في أشياء إيجابية لأن الأبهات شالوا مسؤولية، قعدوا ودرسوا ولعبوا مع العيال، اكتشفوا مواهب مثل ما قلت في العيال، يعني لهم دور صراحة. والأهم يمكن إحنا يعني بدينا نحس بالدور الكبير والعظيم فعلا تقوم فيه الأمهات، يشتغلون مثلنا لكن في البيت لهم مسؤوليتين. يعني الحين شفنا واقع بيت مختلف، يعني الدور الكبير اللي يسوونه بالزوجة، يعني شغلها والبيت والتدريس والطباخ. أنا شاكر لك أستاذة فوزية، القضية اللي تفضلت فيها مهمة جدا، وإن شاء الله تصل إلى المسؤولين، وإحنا على ثقة إن شاء الله أن يكون في علاجات لائقة، يعني تحمي الأبناء وتحفظ كرامة الزوجين وتحفظ كيان الأسرة في البحرين. شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا جزيلا، أشكركم على المشاهدة، مشاهدينا الكرام.